نروح مع حضراتكم لموضوع آخر. وامبارح المجلس القومي للأجور أقر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، وده اعتبارا من أول يناير 2023. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا القرار من دكتور حنان نظير مقرر المجلس القومي للأجور. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، أهلا بيكي معنا في صباح الخير يا مصر. ولو في البداية تكلمينا عن هذا القرار، يعني عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ل 2700 جنيه. صباح الخير ازيك استاذه جمانه، وصباح الخير استاذ احمد، صباح الخير على المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين. الاول حضرتك صحه وسلامه يا رب. الحقيقه هو حضرتك عارفه طبعا المجلس القومي للاجور يعني هو من اختصاصه وفقا للقانون ان هو بيقر الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص. والحمد لله كان يمكن لاول مره في السنه اللي قبليها في 2020 ان احنا تم التوصل الى تحديد حد ادنى للاجور في القطاع الخاص في مصر، وده كانت خطوه يعني غير مسبوقه في ظل يعني ازمه كورونا والازمه العالميه اللي كان بيمر بيها الاقتصاد المصري والاقتصاد العالمي بصفه عامه. فالحقيقه يعني احنا حاولنا من خلال المجلس القومي للاجور ان نشوف ازاي نقدر نزود الحد الادنى للاجور، طبعا طبعا احنا عارفين الموجه التضخميه العظيمه اللي بيمر بيها الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري. فكان لابد من ان يبقى في نظره ثانيه على الحد الادنى للاجور اللي تم تحديده مسبقا، وده اللي حصل بالفعل، وتم زيادة الحد الأدنى للأجور من 2400 ل 2700. نعم دكتور حنان، بنتكلم في زيادة بتقدر ب 300 جنيه تحديدا في القطاع الخاص، لكن سؤالي لحضرتك هنا، هل ال 300 جنيه دول هم زيادة على الثابت في مرتب القطاع الخاص؟ يعني في بعض الوظائف بتتطلب أن يكون هناك راتب ثابت وليكن ال 2700 جنيه، ثم بيكون في حاجة ما تعرف بالحوافز أو المكافآت نظير يعني دخول كمية محددة من الشغل للقطاع ده تحديدا يعني. فهل الأجر أو الحد الأقصى ده الأدنى عفوا مرتبط بده، ولا إجمالي ما يتم أخذه من للعامل تحديدا ال 2700؟ لا، هو الحد الادنى للاجور بيعرف وفقا لقانون العمل، يعني الاجر معرف وفقا لقانون العمل، وبالتالي ال 2700 جنيه هو الاجر اللي بيحصل عليه العامل وفقا للماده الاولى من قانون العمل 2003. يعني ملوش علاقه باجمالي الدخل؟ لا، هو اجمالي الدخل، ولكن بيبقى فيه بعض المكافئات والبدلات مستثناه منه. يعني هو بيشمل عدد من الحاجات. انا مش عايزه بس ممكن اقول لحضرتك بالظبط ايه مشتملات الدخل وفقا لهذا القانون. يعني احنا ممكن نقولها في عجاله كده سريعا برضه عشان الساده المتابعين يكونوا عارفين حقوقهم اللي حضراتكم يعني مسؤولين عنها وبتعملوا بصراحه وبتواصلوا الليل بالنهار علشان خاطر تحافظوا على حقوقهم دي. اكيد، هو الاجر وفقا للماده الاولى من قانون العمل بيعرف على انه كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا كان او متغيرا نقدا او عينا. نعم. وبيعتبر الاجر على الاخص بيشمل ما يلي: العموله اللي بيحصل عليها العامل وبتدخل في اطار علاقه العمل، النسبه المئويه او ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بانتاجه او بيعه او تحصيله. نعم. العلاوات، المزايا العينيه، البدل وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف او مخاطر معينه بيتعرض ليها نظير عمل. صحيح. ونصيب العامل من الارباح، الوهبه او اللي بنسميها التبس اللي بيحصل عليها العامل في بعض القطاعات. بس كده خلاص. هي طيب. دي البنود بتاعت الاجر اللي احنا بنتكلم عليه لما نتكلم عن حد الادنى للاجور. طيب دكتور، يعني كمان العاملين بالقطاع الخاص هيستفيدوا من هذا القرار، هل في استثناءات لهذا القرار؟ لا، القرار المره دي ما فيهوش اي استثناءات. هو طبعا المره اللي فاتت ونظرا لظروف كوفيد ونظرا ان دي كانت اول مره يتحط حد ادنى للاجور، فعشان دايما بيبقى فيه حرص من الحكومه ومن معالي وزيره التخطيط بصفتها رئيسه المجلس على ان يبقى فيه توازن بين مصلحه اصحاب العمل ومصلحه العمال، لان في الاخر طبعا هي العمليه متبادله، يعني اي طرف منهم بيتضرر هيضر الطرف الثاني الحقيقه معاه. فده كان السبب لوجود استثناءات، ان احنا يعني فتحنا باب استثناءات المره اللي فاتت من تطبيق حد الادنى للاجور. الحقيقه السنه دي تم التوافق على ان مش هيبقى فيه استثناءات، لان يعني لما طبقنا الاستثناءات لقينا ان العدد اللي تقدم للحصول على الاستثناء كان عدد يعتبر نسبيا قليل جدا بالنسبه لعدد اجمالي المنشات الموجوده في مصر. وطبعا 2700 في الظروف الحاليه
البلد او التضخم اللي بتمر البلد ما بيعتبرش مبلغ يعني ممكن نقول حد يستثنى منه، يعني هو اقل حاجه ممكن تمنح للعامل يعني. فالحمد لله كان في توافق كبير على ان ما يبقاش فيه استثناءات المره دي، فلا هو ما فيش باب استثناءات المره دي. دكتور حنان، ماذا لو لم تنفذ يعني بعض الشركات هذا القرار، ايه اللي بيحصل معاها؟ هو احنا عندنا في يعني وسيلتين للتاكد من اذا كانت المنشاه بتطبق القرار ولا لا. الوسيله لا. الاولى بتبقى مسموح للعمال ان هم بيتقدموا بشكوى للمجلس القومي للاجور اللي بيتم احالتها لوزاره القوى العامله بصفتها الجهه المنوط بيها ان هي بتفحص هذه الشكاوى. والقناه الاخرى ان وزاره القوى العامله من خلال المديريات بتاعتها بتنزل بتعمل زي فحص عشوائي للمنشآت، بتشوف اذا كانت عموما بتمتثل لقرارات المجلس وغيره من مواد قانون العمل، واللي من ضمنها موضوع تطبيق الحد الادنى للاجور. طيب دكتور حنان، خلال حديث حضرتك في البدايه قلت لنا انه خلال بحث هذا القرار كان كمان بتنظروا في آلية أو إزاي تنفذوا هذا القرار، إيه أهم النقاط اللي كانت تحت النظر أو كانت تحت الدراسة؟ طبعا هو اهم النقاط كانت ان يبقى في الحوار مع الاطراف يعني الناحيتين من اطراف اتخاذ هذا القرار، سواء كانوا اصحاب الاعمال او كانت العماله نفسها او اتحاد العمال. وده اللي تم بالفعل، يعني احنا قبل القرار ما يخرج وقبل الاجتماع الرئيسي للمجلس اللي هو كان يوم الاربعاء، كان في عدد من الاجتماعات وعدد من النقاشات مع الطرفين. القطاع الخاص قدم مقترحاته، واحنا كمجلس قومي للاجور عملنا دراسه خاصه بمتوسطات الدخول على الاجور على مستوى القطاعات المختلفه، على مستوى المحافظات، معدلات التضخم بالمثل العماله. فقدرنا نوصل لنقدر نقول يعني تقارب ما بين الجهتين، لان حضرتك عارفه اكيد طبعا الا العمال بيبقوا اكيد محتاجين يعني ان يتم رفع الحد الادنى للاجور، يمكن بيطالبوا بحد ادنى اعلى. اصحاب الاعمال الحقيقه لازم نشكرهم ونقول ان هم قد ايه متفهمين ان في مشكله في التضخم، وان المشكله دي يعني الحقيقه بتطول جميع الاطراف. فهما كمان كانوا ما عندهمش اي مشكله في ان يتم زياده الحد الادنى للاجور، ولكن لازم ناخد في الاعتبار برضو ان في بعض المنشات ممكن ما تقدرش تزود بالنسبه الكبيره اللي بيطلبها العمال. فهما الجهتين لازم الحقيقه يبقى في يعني نشكرهم شكرا جزيلا، لان هما في تفهم من الناحيتين ان كل ازاي نوصل لمنطقه تلاقي تحقق مصلحه الطرفين. وده اللي تم بالفعل الحمد لله. وضحت الفكره يا فندم. خلينا نتكلم طيب يا دكتور عن الحد الادنى للعلاوه السنويه تحديدا، هو كام وهل في حد ادنى واقصى لهذه العلاوه؟ طيب هو برضو وفقا لقانون العمل المفروض ان المجلس القومي للاجور بيحدد العلاوه الدوريه بحد ادنى 7% من اجر الاشتراك او من اجر الاساسي للاشتراك التاميني، اللي هي اتحولت بعد كده بعد تغير قانون التامينات ل 3% من اجر الاشتراك التاميني. نعم. فوفقا لقانون التامينات اجر الاشتراك التاميني ليه حد ادنى وحد اعلى وبيزيد كل سنه لمده 5 سنين ب 15%. نعم. فالحد الادنى للاشتراك التاميني اجر الاشتراك التاميني السنه القادمه اللي هي 2023 هو 1700 جنيه. نعم. 3% من 1700 جنيه كانت تقريبا هتبقى 51 جنيه. فطبعا دي يعني مبلغ زهيد جدا ما حدش يحس بيه، فتم الاتفاق على ان هو يبقى 100 جنيه، السنه اللي فاتت كان 70. فاحنا زودناه السنه دي لان هو يبقى 100، فما فيش حد هياخد علاوه دوريه اقل من 100 جنيه. طيب دكتور، خلينا نعرف برضو من حضرتك عن الآليات اللي بتنظم حقوق العمالة. طيب هو عندنا مبدئيا زي ما قلت لحضرتك ان بالقانون بيتمكن العمال ان هم يقدموا شكاوى سواء فيما يخص قرارات المجلس القومي للأجور اللي هي بتوجه للمجلس القومي للأجور اللي بيتم احالتها بعد كده لوزارة القوى العاملة، أو إن وزارة القوى العاملة نفسها بتقوم بالفحص العشوائي للمنشآت. في نفس الوقت في العمال بيقدروا أيضا يتقدموا مباشرة لوزارة القوى العاملة من خلال المديريات، أو بيتقدموا لبوابة الشكاوى اللي موجودة على موقع رئاسة مجلس الوزراء. وبوابة الشكاوى بتحيل الشكاوى المختلفة للجهات المختصة.
بيتم فحص الشكوى. والحقيقه يعني في كثير من الاحيان لما بيتم فحص الشكوى على الاقل بالنسبه لقرارات المجلس بيتم حلها بشكل ودي على الأرض. هي بتقدم ازاي يا دكتور؟ بتقدم كتابيا ولا بتقدم من خلال رقم ساخن للشكاوى؟ بتقدم ازاي؟ عندنا احنا في المجلس القومي للاجور بتقدم كتابيا للمجلس، بس احنا ان شاء الله يعني ان شاء الله بننظم ان يبقى في موقع الكتروني على الويب سايت بتاع وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه لتقديم هذه الشكاوى. ده لسه يعني في طور الاعداد، ولكن حاليا بيتم تقديم هذه الشكاوى ورقيا. لكن في رئاسه مجلس الوزراء ده هناك موقع الكتروني بيتقدم عليه الشكاوى. نعم. يعني في الحقيقه بنشكر حضرتك دكتوره حنان نظير مقرر المجلس القومي للاجور، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير مصر.